شوبارت، الموت والفتاة، بحبها كتير. اشربي قهوتك مثل ما بتحبيها، مع حليب وسخنة شوي. بتحبي تمشي تحت المطر من غير شمسية، وكمان عندك شوية عقد صغيرة، مثلا الجوخ. ما بتلمسي الجوخ؟ بس معقولة فتون مصممة وما فيكي تلمسي الجوخ؟ هالموضوع مو سهل، بس تخلصتي من هالعقدة. قليلي، إياد بيعرف هالمعلومات؟ بخصوص اختفاء فتون أجار، بكرر الكل يسمعني، اجانا بلاغ بيقول انه ببيت قريب من الجرف بمنطقة أراضي شت ريفا. يا شباب تحدد الموقع، تحركوا فورا. على فكرة كل المصورين بيقضوا نص حياتهم عم ياخدوا صور للناس، وبتضل بنظرهم باهتة وما إلى أي معنى. ليلاقي بنتي يحبها ويعشق صورها، ووقتها بيتحول من هاوي لمصور محترف. صدقيني لما شفتك حسيت إنه أنتي رح تخليني صير محترف. ليك تركني امشي، خلينا ننهي هالمسخرة. اياد انحظ بشغلة واحدة، انه هو تعرف عليك قبلي. هي صدفة، هو قدر، ما بعرف ابنه. ليك انا بحب اياد وبس، إنسان. ما حذرتي؟ حياتك رح تبلش من اليوم. يمكن انت ما تعجبك بالبداية، بس رح تتعودي عليها. كريم انا ماني رايحة معك لأي مكان، مفهوم؟ لا تعانديني، بعد شوي انا رح امشي من هون وانت رح تيجي معي. ايه لا تقلقي، فتون كل هالشي كرمال انه نكون مع بعض. وثقي فيني. تركني تركني. ساعدوني. فتون اركبي ولا تخليني اعصب عليك. يلا يلا اركبي. سيدي نحن صرنا قراب من العنوان.
متوقع انه تجي قبل هيك. تأخرت؟ اياد لا! فكرت يا شيء كانت قبلانة تسافر معي على إيطاليا وبتتركك؟ لو بتحبك كانت رفضت. اياد! اياد خلاص اتركه عم يستفزك! تعرف هالشي ورضيان؟ ليش عم تضحك على حالك؟ الحب ما بيجي بالقوة. ولك خلاص! سكوت! سكوت! اياد! خلاص! لك بكفي بقى! اياد! وقف هلا بتموت اتركه خلاص! دروب! لا توقف! يلا فش خلقك! هذا كله من غيرتك! لك خلاص! اياد! سكوت! اياد! دافي! كذاب! واحد كذاب وحقي! خلاص! خلاص! وقفوا! وقفوا! بعد عنه! بعد عنه! وقفوا! بعد عنه! بعد عنه! بعد عنه! بعد عنه! امشي معنا! امشي معنا! لك شو عم تعمل انت؟ شو يلا امشي! تلي فيه للسلمة! هدي حالك! اهدى! اهدى شوي! روق! خلاص عمل لك روق! بعد عنه!